بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب والطالبات المنتسبين لمساق علم التغذية المهني الصحية جامعة الأزهر كلية الدراسات المتوسطة قسم التمريض، نستكمل محاضراتنا فيما يتعلق بالتغذية. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الميكرونيوترينت اللي هي العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم بكميات قليلة جدا، وقلنا بتنقسم لقسمين: الميكرونيوترينت، المينرالز والفيتامينز. تكلمنا عن الفيتامينز، وقلنا الفيتامينز بتنقسم لقسمين: فات سولابل فيتامينز ووتر سولابل فيتامينز. فات سولابل فيتامينز حكينا عن فيتامين اي الروتينول، حكينا عن فيتامين دي، حكينا عن فيتامين اي. اليوم حنستكمل في الفات سولابل فيتامينز، اخر فيتامين اللي هو فيتامين كي. يبقى الفات سولابل فيتامين اللي هي اي دي اي كي، صفحة 43، فيتامين كي. ايش اهمية فيتامين كي؟ صفحة 43. بروبرتيز بارت اوف كلوتينج بروسيس، يبقى يدخل في تكوين في عملية التجلط، يبقى أهميته أن يساعد على تجلط إيش؟ الدم، لأنه جزء من عملية التجلط. Part of clotting process. What are the sources of vitamin K? All sources of most sources of vitamin K are plant sources. يبقى معظمها plant sources، لكن في جزء بسيط اللي هو animal source. What are the sources? Broccoli. قرنبيط او نبات زي القرنبيط، كبج الملفوف، يوغارت الزبادي، يولك صفار البيض، صويا بين معروف، فول الصويا، كود ليفر اويل اللي هو زيت كبد الحوت. سورسز مره ثانيه: بروكلي، كبج، يوغارت، يولك، صويا بين، كود ليفر اويل. فيتامين كي ديفيشنسي، ايش نقص فيتامين كي بيعمل؟ رير، يعني نادر ما يصير فيتامين كي ديفيشنسي او ديفيشنسي في فيتامين كي. جنرالايزد بليدنج، نزيف، اكسسيف بليدنج، نزيف بكثره، يبقى نقص فيتامين كي بيعمل بليدنج. Deficiency of vitamin K is rare in adults but it's sometimes seen in newborn babies. يبقى نادر انه يحدث في البالغين، لكن احيانا بيحدث في وين؟ في الاطفال حديثي الولاده اللي هو newborn babies. Vitamin K is antagonist for warfarin which act as anticoagulant. يبقى ايش فيتامين كي اللي هو يساعد على التجلط؟ طيب ايش مضاد فيتامين كي؟ ايش اللي بيشغل الشغل ضد فيتامين كي؟ ايش الانتيدوت تبع فيتامين كي؟ ايش الانتاغونيست تبع فيتامين كي؟ اللي هو الوارفارين اللي هو الكومادين، وارفارين اور كومادين. هذا سؤال امتحان مزاول بيجيك او شامل، يبقى الانتيدوت فور فيتامين كي از وارفارين اور كومادين. طيب الانتيدوت فور هيبارين اللي مميع للدم زي الوارفارين، الانتيدوت تبع الهيبارين اللي هو بروتامين سلفيت. فيتامين كي 2 which is synthesized in the intestine by bacteria flora. يبقى فيتامين كي 2 الكلاسيفيكيشن تبع فيتامين كي، في فيتامين كي 2 هذا اللي بيتم تصنيعه من خلال البكتيريا النافعه اللي بنقول عنها في الفلورا، اللي بنقول عنها الفلورا، وهذه تسكن او بتكون موجوده في الامعاء الدقيقه. فيتامين كي ديفيشنسي كان ريزلت فروم، ايش اسباب نقص فيتامين كي؟ احنا بنقول غير انه يصير نادر ما يصير فيتامين كي ديفيشنسي في الادلت. طيب ايش اسباب نقصه؟ lack of vitamin K in the diet، نقص فيتامين كي في الوجبه الغذائيه او في الغذاء، او انا باخذش اغذيه غنيه بفيتامين كي. disorders that reduce the fat absorption cystic fibrosis، المشاكل الصحيه التي ينتج عنها نقص في امتصاص الدهون،
لانه الفيتامين كي فات سولابل فيتامينز، فبالتالي بصير نقص فيتامين كي عندما يكون هناك مشكله مرضيه تتعلق بقله امتصاص الدهون. Disorders that reduce fat absorption زي cystic fibrosis. و cystic fibrosis أخذته في الميديكال سيرجيكال عبارة عن مرض وراثي يصيب البنكرياس ويصيب اللنجز. ثلاثة taking certain drugs، تناول بعض الأدوية ممكن يؤدي إلى نقص فيتامين كي زي الأنتي كونفالزنت and some antibiotics. زي الأنتي كونفالزنت التيجريتول الديباكين الكيبرا اللامكتال توبا ماكس، هذه كلها ايش ادويه انتي كونفالزنت، لومينال اسيفال، هذه كلها ممكن ينتج عن استخدامها لمده طويله نقص فيتامين كي. وبعض الانتي بايوتكس ممكن ينتج عنها نقص فيتامين كي خاصه لو تستخدم لمده طويله، لانه هذه الانتي بايوتكس تقتل البكتيريا النافعه اللي هي الفلورا، وهذا بيبين عندك في رقم 4 ميوكيل ديو تو كيلينج اوف انتستيرال فلورا، نجد عن قتل الانتستيرال فلورا باي لونج تيرم يوز اوف انتي بايوتكس. نيوبورنز هاف سترال انتستين، نيوبورنز الطفل اللي بيولد جديد الحديثي حديث الولاده بتكون فيش عنده فيش بكتيريا نافعه، فيش فلورا في الانتستين، وبالتالي بصير عنده نقص في فيتامين كي ونزيف. مشان هيك الاطفال عندنا روتين في قطاع غزه، كل الطفل اللي بلد جديد بعطوه 1 مللي جرام نص او 1 مللي جرام فيتامين كي اللي هو شرطه اللي هو في الثاي انترا ماسكولار. اول نيو بورنز ريسيف سنجل جرعه واحده بس فقط للانترا ماسكولار دوس اوف فيتامين كي از بروفيلاكتيك دوس اجينست هيموريج مشان ما يصيرش عنده نزيف. انفنتس ار جيفن فيتامين كي انجكشن وذين 6 اورز اوف ديليفري 0.5 to 1 ملي جرام. يبقى الطفل اللي بلد جديد في اول 6 ساعات لازم ياخذ فيتامين، لازم ايش الطفل اللي بلد جديد لازم ياخذ في اول 6 ساعات ابره فيتامين كي عضلي في الفخذ عباره عن نص ل 1 ملي جرام. بهيك احنا بنكون خلصنا الفات سولابل فيتامينز، والامتحان النصفي حيكون لحد هان. يبقى الامتحان النصفي دير بالك حيكون لنهايه صفحه 44 لنهايه الفات سولابل فيتامينز، اما الووتر سولابل فيتامينز مش داخله في الامتحان النصفي. ووتر سولابل فيتامينز صفحه 45 absorbed in intestinal tract not as readily stored as fat soluble vitamins. يبقى يتم امتصاص اللي هو الووتر سولابل فيتامينز في الامعاء ولا يتم تخزينها، ولا يتم تخزين الووتر سولابل فيتامينز بعكس الفات سولابل فيتامينز يتم تخزينها. يبقى الانسان لو صار عنده نقص في الووتر سولابل فيتامينز تظهر اعراض النقص على طول، اما اذا كان صار عنده نقص في الفات سولابل فيتامينز ما بتظهرش على طول، لانه تخزن اللي هو الفات سولابل فيتامينز تخزن، وفي كتب بتقول لك انه يخزن لمده 6 شهور. ووتر سولابل فيتامينز عباره عن نوعين من الفيتامينز، فيتامين سي وفيتامين بيز. فيتامينات بيز وفيتامين سي، فيتامين سي واحد وفيتامين بيز هي عباره عن 8 فيتامينز. يبقى 8 فيتامين بيز زائد 1 فيتامين سي يبقى مجموع الووتر سولابل فيتامينز 9 فيتامينز. The eight of them يعني 8 فيتامين بيز وواحد فيتامين سي. ايش هي؟ B1 ثيامين، B2 ريبوفلافين، B6 بيردوكسين، B3 نياسين او نيتوكوليك اسيد، B12 كوبالامين، B9 فوليك اسيد، و B5 بنتوثينيك اسيد، اند B7 بيوتين. يبقى هذه ايش الفيتامين بيز. بي كومبلكس فيتامينز اند فيتامين سي ووتر سولابل فيتامينز نوت ستورد زي ما قلنا لا تخزن، ماست بي ريبليست افري اتش دي يعني كل يوم لازم الواحد ياخذ ايش فيتامين بيز وفيتامين سي. بريفرابلي ثرو هاي كواليتي ليكويد مالتي فيتامين من خلال اللي هو هاي كواليتي يعني ذات جوده عاليه من سائل اللي هو الليكويد سائل مالتي فيتامين الفيتامينات المتعدده فيتامين بي المتعدده.
له تأثير إيجابية الووتر سولابل فيتامينز، بتسببش سمية كتير لأنها لا تخزن. they are important، أهميتها بشكل عام they are important for، آخر سطرين في صفحة 45 they are important for normal appetite، good vision، healthy skin، healthy nervous system and red blood cells formation. يبقى أهمية water soluble vitamins تتمحور في واحد normal appetite، الشهية عادية للطعام، good vision، رؤية جيدة، healthy skin، جلد بصحة جيدة، healthy nervous system، الجهاز العصبي بصحة جيدة، و red blood cell formation، تكوين كرات الدم الحمراء. أول فيتامينز حنأخذه من اللي هو الووتر سولابل فيتامينز، فيتامين بي 1 اسمه العلمي ثيامين، اسمه العلمي ثيامين. احنا الآن في صفحة 46، الثيامين ايش أهميته؟ أكسيديشن أوف كربوهيدراتس، أكسدة الكربوهيدراتس، جلوكوز برودكشن، إنتاج الجلوكوز، ودبريشن ريدكشن، بخفف من الاكتئاب. يبقى فيتامين بي 1 اهميته، واحد اوكسيديشن اوف كربوهيدراتس او ميتابوليزم، اكسده الكربوهيدرات او عمليه الميتابوليزم للكربوهيدرات، او اهميه اللي هو بيرنينج اوف كربوهيدراتس، احتراق الكربوهيدرات لانتاج الطاقه، لانتاج الطاقه، يبقى يساعد في انتاج الطاقه. اوكسيديشن اوف كربوهيدراتس، جلوكوز برودكشن، انتاج الجلوكوز، ودبريشن ريدكشن، التقليل من الاكتئاب. sources، what are the sources of vitamin B1؟ لو اطلعت عليها بتقولها كلها بتكون بلاند sources. اهم source واغنى source لو يست الخميرة 4.25 ملي جرام لكل في كل 100 جرام، يعني كل 100 جرام خميرة فيه 4.25 ملي جرام فيتامين بي 1. بيز، أورانج، كورن، الذرة، الأورانج، البرتقال، والبيز اللي هي إيش؟ البقوليات أو البازيلا. يبقى مصدر فيتامين بي 1 مصادر نباتية، بلانت سورسز. ثيامين بي 1 اللي هو بي 1 ديفيشنسي، نقص الفيتامين بي 1 أو الثيامين، لوس أوف إنرجي، فقدان الطاقة، ديبريشن، اكتئاب، بور ابيتايت، فقدان الشهية او بطء او يعني شهيته للطعام ضعيفة، بيل بارلز، وبري بري. تمام. يبقى deficiency، loss of energy، depression، poor appetite، pill barrels و beriberi. pill barrels اللي هو بأثر على الأعصاب، يعني بصير مشكلة مرضية تؤثر على إيش؟ الأعصاب. beriberi disease يعني نقص فيتامين بي 1 بسبب مرض اسمه beriberi disease from lack of thiamine، ناتج عن نقص الثيامين، وبعمل stiffness و weakness في المسلز. بعمل ايش؟ ستيفنس ويكنس، عند ويكنس عند المصل، بين الم في العضلات، ومصل دمج، تهتك العضلات، وممكن يؤدي الى وفاه. طب موست كومن تودي ان ادكتس، في يعني بيكثر نقص فيتامين بي 1 شائع في الناس المدمنين، شائع في الناس ايش؟ المدمنين. يبقى البربري ايش اعراضه؟ بريبري مرض ناتج عن نقص فيتامين بي 1، اعراضه ستيفنس اند ويكنس اوف ذا مسل، بين ان ذا مسل، مسل دامج اند ديث. موست كومن بيحدث اللي هو شائع، نقص فيتامين بي 1 شائع وين؟ في الناس الادكتس اللي هو المدمنين. صفحه 47، فيتامين بي 1 اللي هو الرايبوفلافين. الرايبوفلافين اهميته نيد فور انرجي ميتابوليزم ان ذا سيلز، زي كالعاده زي فيتامين بي 1، بي 1 وبي 2 وبي 3، هذه ناتجه عن ايش؟
يعني من أهميتها إنتاج الطاقة أو ميتابوليزم، إنرجي ميتابوليزم، فات سينثيسيس تخليق الدهون اللي هي نون اسينشال فاتي اسيدز، بنفيت ان انيميا بيفيدنا في الانيميا، وبالتالي الناس اللي عندهم انيميا بياخذ ابر فيتامين بيز من ضمن اللي هو البي الفيتامين اللي في هذه الابر اللي الحمراء والبيضة بنخلطه مع بعض اللي هو فيتامين بي 2 اللي مفيد الانسان المصاب بالانيميا. يبقى فوائد فيتامين بي وبي 2 اللي هو ريبوفلافين، انرجي ميتابوليزم، فات سينثيسيس، انيميا، بنفت الانيميا. وات ار ذا سورسز اوف فيتامين بي 2؟ احنا قلنا فيتامين بي 1 مصادره ايش؟ نباتيه، واهم مصدر فيهم اليست، ثم الاورنج والبيز والكورن الذره. اما فيتامين بي 2 فمصادره معظمها حيوانيه، معظمها ايش؟ حيوانيه. اكثر شيء اللي هو في الاطعمه اللي فيها فيتامين بي 2 ليست الخميره، ليفر، شيب، كبد الماعز، شيدر تشيز نوع من انواع الجبن او الجبنه اسمها شيدر، جبن الشيدر، اج البيض، بيف ميت لحوم الابقار، يوغرت زبادي، تشيكن ليجز يعني فخاد الدجاج، الصوصان، تشيكن ليجز اند ميلك. ومرة ثانية sources of vitamin B2 yeast, liver, sheep, cheddar cheese, egg, beef meat, yogurt, chicken legs and milk. ريبوفلافين ديفيشنسي بيعمل تشو نقص فيتامين بي 2، تشو دامج بيأثر بها بالتهاب في الأنسجة، اي سترين تعب في العين او اجهاد للعين، فتيق، ارهاق، اتشنج تحكة، سنسيتيفيتي تو لايت حساسية للضوء. ريبوفلافين او اور بي 2 ديفيشنسي، تيشو دامج، اي سترين، فتيج، اتشنج، سنسيتيفيتي تو لايت. نيجي لفيتامين بي 3 اللي هو النياسين، نياسين اور نيكوتينيك اسيد، نياسين اور نيكوتينيك اسيد، فيتامين بي 3 اسمه العلمي نياسين اور نيكوتينيك اسيد. ايش فوائد النياسين؟ قلنا يساعد في انتاج الطاقه، انبولد ان انرجي رياكشن ان سيلز، تفاعلات الطاقه، انكريز اتش دي ال، بيزيد اللي هو من مستوى الكوليسترول الكويس الجيد اللي هو الاتش دي ال اللي هو هاي دنسيتي لايبوبروتين، ريديوس ريكويست اوف ناركوتكس، بيقلل الطلب او بيقلل الرغبه في تناول المواد المخدره، يقلل الرغبه في تناول المواد المخدره. مرة ثانية what are the properties or functions or importance of vitamin B3؟ energy reaction in the cell، increase HDL، reduce the request of narcotics، narcotics يبقى يساعد في انتاج الطاقة والتفاعلات الطاقة، بيحسن مستوى ال HDL الكوليسترول الجيد، ال high density lipoprotein، بيقلل اللي هو الرغبة في تناول المواد المخدرة، reduce the request of narcotics. What are the sources of niacin؟ poultry الدجاج المسلوق 12.8 مليغرام في كل 100 جرام، يبقى poultry أهم المصادر اللي هو poultry الدجاج المسلوق، meat اللحوم، all wheat اللي هو الحبوب أو القمح قبل تكريره، in and enrich grains اللي هو الحبوب المخصبة، والبيض اللي هو اكس. يبقى sources poultry اهم المصادر، ثم meat، all wheat حبوب القمح، and enriched grains الحبوب المخصبة، و the eggs البيض. نياسين او B3 deficiency بيعمل عندنا مرض اسمه البلاغرا،
طيب نقص فيتامين بي 3 بيعمل لاك اوف كونسنتريشن، قله التركيز، بور ميموري، ضعف الذاكره، هيدك، صداع، انسومنيا، قلق، باك ايك، الم في الظهر، ومرض اسمه البلاغرا. نقص فيتامين بي 3 نياسين مهم، لاك اوف كونسنتريشن، قله التركيز، بور ميموري، ضعف الذاكره، هيدك، انسومنيا، قلق، باك ايك، والمرض اللي بيسبب ينتج عن نقص فيتامين بي 3 اسمه البلاغرا، اللي اعراضه اجريشن، الهيجان، اجريشن، لايت سنسيتيفيتي، حساسيه للضوء، ديرماتايتس، التهاب الجلد، سكيل ليجن، امراض جلديه، ودمنشيا الخراف، مرض ايش؟ الخراف. ايش اعراض البلاغرا؟ اجريشن، لايت سنسيتيفيتي، ديرماتايتس، سكيل ليجن، دمنشيا. فيتامين بي 12، كوبالامين، فيتامين بي 12، احنا في صفحه 49. فيتامين بي 12 اهميته جينيتيك مولكيول سينثيسيس، يبقى تخليق جزيئات الجينات، تخليق ايش؟ يساعد في تخليق جزيئات الجينات، جينيتيك مولكيول سينثيسيس. نيرفس سيستم فانكشن، مهم للجهاز العصبي في اداء وظيفته، يساعد الجهاز العصبي على اداء الوظيفه المطلوبه منه. بنفيت فور مود، بحسن المزاج، مود معناها مزاج. بنفيت فور دايابيتكس، برضو مهم او ذو فائده للمرضى المصابين بالسكري. خذ شيء من الواقع، الناس المصابين بالسكري وبصير عندهم ضعف، يعني ضعف في الاعصاب وخذلان في الرجلين، بعطوهم اللي هو ابر فيتامين بي، ويكون في هذه غنيه بايش؟ بفيتامين بي 12. يبقى ايش اهميه فيتامين بي 12؟ الكوبالامين، اسمه العلمي كوبالامين، اهميته جينيتيك مولكيول سينثيسيس، تخليق اجزاءات الجينات. نيرفس سيستم فانكشن، اداء الجهاز العصبي يؤدي وظيفته، يساعد الجهاز العصبي على اداء وظيفته. بنفيت فور مود، بحسن المزاج. بنفيت فور دايابيتكس، مهم ل او مفيد للناس المصابين بالسكري. سورسز، مصادره كلها انيمال سورس، ليفر، كبد، بيف ميت، وفش. يبقى مصادر فيتامين بي 12 كلها ايش؟ حيوانيه. حيجيك سؤال، all the sources of vitamin B12 are plant sources، غلط. اما الصح all the sources of vitamin B12 are animal sources، واهم حاجة فيهم الغني من الأطعمة الحيوانية هو اللي هو الكبد، ليفر، ثم البيف ميت، لحوم، والفش، الأسماك. vitamin B12 deficiency نقصه بيعمل أنيميا. والانيميا اللي بتنتج عن فيتامين بي 12 اسمها، لها اسم اسمها برنيشيوس انيميا. برنيشيوس انيميا، اكتب عندك. الانيميا الناتجه عن نقص فيتامين بي 12 اسمها برنيشيوس انيميا. فتيج، باول ديس اوردرز، اضطراب في المصارين، بور ابيتايت، ضعف الشهيه، بور جروث، ضعف النمو او بطء النمو. It can also lead to some neurologic problems، ممكن تؤدي الى بعض المشاكل العصبيه. طيب وين بيكثر نقص فيتامين بي 12؟ بيكثر عند الناس اللي بيعمل اللي بيصاب بمرض في المعده ويؤدي الى استئصال المعده كليا او جزئيا، لانه في انزيم في المعده يساعد على امتصاص فيتامين بي 12، فهذا الانزيم مش موجود لانه صار في استئصال المعده، فيكثر في حاله الجاستركتومي اور سب توتال جاستركتومي. يبقى ديفيشنسي اوف فيتامين بي 12 بيكثر في حالات الجاستركتومي والسب توتال جاستركتومي. ايش اسم الانيميا الناتجه عن فيتامين بي 12؟ بيرنيشيوس انيميا. ديفيشنسي اخر سطر في صفحه 49. deficiency is rare but may be a problem for people following strict
فيجن فيجيتيريان دايت. ايوه برضو بيحصل وين؟ بيحصل في الاطفال، في الناس اللي النباتيين اللي بيعتمدوا على الاطعمه النباتيه وما بياكلوش الاطعمه الحيوانيه. واحنا بنعرف انه فيتامين بي 12 يقصر في الاطعمه، او قصدي موجود في الاطعمه الحيوانيه وليس في النباتيه، فبالتالي نقص فيتامين بي 12 يقصر وين؟ في الناس اللي ملتزمين بالاطعمه النباتيه، بسميهم احنا فيجان ستريكت فيجان اور فيجيتيريان دايت. وهذه لها يعني درجات، في ناس نباتيين بكلش اي نوع من انواع اللحوم او المواد الاطعمه الحيوانيه، وفي بخزوا بس بيض وحليب فقط لا غير الاطعمه الحيوانيه والباقي نباتي، والستريكت هذول اللي بخزوش ولا شيء اللي هو الفيجيتيريان دايت، الناس النباتيين بشكل كبير جدا اللي بتناول الاطعمه النباتيه وليس الاطعمه الحيوانيه. باكتفي بهذا القدر من المحاضره، وان شاء الله حنستكمل في محاضره قادمه نتكلم عن ظايل عندنا فيتامين بي 9 اللي هو الفوليك اسيد، وظايل فيتامين سي الاسكوربيك اسيد، ثم بعد هيك بنبدا في المينرالز. شكرا لكم، وبدي قبل ما انهي اقول الامتحان لعند صفحه 44 لنهايه الفات سولابل فيتامينز فقط، اما الووتر سولابل فيتامينز مش داخله في الامتحان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.